السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أخوة الكرام، اليوم نسوي تغطية سريعة على أسعار سيارات أقل من 70,000 ريال، أو 73 عفوا إذا يعني حددنا السعر 73,000 ريال، سيارات صغيرة واقتصادية وعملية. الأسعار معروضة تشمل الضريبة ولا تشمل التسجيل؟ الضريبة معروفة 5%، التسجيل يختلف من 2000 إلى 2300 ريال تقريبا. اللوحات والتأمين لازم يكون عمرك فوق 22 سنة. طبعا هذه رينو سيمبل، موديل 2017، طبعا جير اوتوماتيك وفيها تحكم. سعرها كم؟ 26,000 ريال، موديل 2017. نبدا فورد فيجو موديلها 2018، طبعا ستاندر وارد توكيلات الجزيره. سعرها 29,000 ريال، طبعا سعرها اشمل ضريبه اشمل التسجيل. الجير اوتوماتيك طبعا، بس ما يوضح مع الشمس. هذا هو جير اوتوماتيك، الزجاج اللي قدام كهرب، اللي ورا يدوي. فيها تحكم دركسون، فيها ريموت. السعر طبعا 29,000، السعر اشمل ضريبه اشمل التسجيل. اكسنت موديلها 2018، طبعا الدفعه الاولى، الكوريه، كوري تجمع كوري، جير اوتوماتيك. طبعا سعرها 36,500، زجاج كهربائي وتحكم دركسون وفيها ريموت وكشفات ضباب. والدفعه الثانيه من الاكسنت 2018، طبعا جير اوتوماتيك، زجاج كهربائي وتحكم دركسون، ب 41,000 ريال. طبعا افانزا هذه موديل 2018، وارد الخليج في الكامل، كشفات ضباب، جنط كروم، حساسات خلفية. طبعا سعر 48,500، فيها تحكم دركسون، طبعا اكيد جيرها اوتوماتيك، 3 صفوف، فيها تكييف خلفي، وهذه حساساتها الخلفية. سعرها 48,500، واردة خليج. وهذه كيا اوبتيما كاتشبية 2018 ستاندر 2000 سي سي، لكن فيها شاشة وكاميرا. طبعا 2000 سي سي طيس، هذه شاشتها طبعا من الوكالة. الشاشة فيها جير افون خلف المقود، طبعا ما فيها مثبت سرعة للأسف، لكن مراية تنصفط كهرب برضو فيها، وجير اوتوماتيك حلوة ب 53,000 ريال. سعرها ممتاز جدا جدا. ديتسن غمارتين 2015، طبعا هي نصف فل، محولينها في الكامل. كيف يعني محولينها في الكامل؟ ضايفين لها ازياق، وحاطين لها مرايات كهرب، وحاطين لها ريموت، طبعا عداد ضغط وعداد سرعة. سعرها 53,500، وارد العيسى. في اللانتر موديل 2018 خليجية، طبعا فتحة سقف، 2000 سي سي جنوط، فيها ليد. سعرها 55,500. طبعا هذه اللانترا 2019، 2000 سي سي ستاندر، سياحي مرة. الجير اوتوماتيك، الزجاج كهربائي وتحكم دركسون، فيها طبعا شاشة لكنها بدون كاميرا. سعرها 55,000 ريال. طبعا هذه اللانترا 2019 فيها زيادة عن الستاندر، انها LED وكاميرا خلفية. سعرها 57,500. والإلنترا 2019 فتحة سقف 2000 سي سي، طبعا جنوط 17، مقاعد قماش، مفتاح، شاشة وكاميرا، اكيد فيها مثبت سرعة. سعرها 61,500. وندور سيارة اقتصادية وعملية، سيارة اقتصادية حيل. هذه بيريوس 2017 هجينة، نص بنزين نص كهرب، موديلها 2017، وارد على الضيف جميل. طبعا حتى مواصفاتها حلوة، في ارباقات جانبية، فيها بصمة، فيها مثبت سرعة. سعرها 60,000 ريال، حتى زجاجها الامامي مدبل وتجميع ياباني. هذه اوبتيما 2019 ستاندر 2000 سي سي، طبعا فيها ليد طيس، فيها مثبت سرعة، وارد الجبر، اشارات مراية. سعرها 60,000 ريال، متوفر منها عدة الوان. وهذه تويوتا كورولا 2019، طبعا 2000 سي سي جنوط، مثبت سرعة، وارد البريم. سعرها 61,500. وهذا كيا سبورتاج، مواصفاتها ممتازة، طبعا دفع امامي 2019، 1600 سي سي اقتصادي، دور سيارة اقتصادية. وطبعا بالنسبة لاخواننا المصريين، هذا المحرك ينزل مصر عادي 1600 سي سي. وطبعا جنطها مقاس 17 انش، فيها مثبت سرعة، فيها سقف بانوراما، طبعا واردة خليج. سعرها فقط 64,500. كيا سبورتاج، سيارة حلوة، جيب صغير، طبعا في فتحات تكييف خلفية، هذه سيارة من الداخل. سيارة حلوة حيل حيل حيل، تصلح للبنات وتصلح للشباب. هذه اوبتيما نص فل 2019 خليجي، طبعا فيها حساسات قدام، فيها حساسات ورا، جنطة 17، اشارات مراية، مثبت سرعة، 2400 سي سي. سعرها 66,500، واردة خليج. واللي يبحث عن سيارة كبيرة الحجم، سيدان كبيرة الحجم واقتصادية وعملية، الالتيما خيار مناسب.
موديلها 2018 طبعا وارد العيسى ستاندر، لكن فيها جنوط، فيها مثبت سرعه، فيها تشغيل عن بعد، تشغيل ذكي، سعر 62000 ريال ومتوفر منها عده الوان، خيار مناسب. حتى صرفيه الوقود فيها كل لتر بنزين تقريبا 17.7 كيلو. هذه السياره من الداخل، وهذه صرفيه الوقود 17.7، وياباني تجميع امريكي. هذه التيما موديلها 2018 طبعا مواصفاتها ممتازه جدا. نصف فل، جنطه 17 فيها كشافات ضباب، طبعا حساسات اماميه خلفيه، كاميرا خلفيه، تشغيل عن بعد، برضو تشغيل ذكي. سعرها فقط 67000 ريال، متوفر منها عده الوان مو بس لون احمر. طبعا وارد العيسى. هذه سوناتا موديلها 2018 ستاندر، جنطها 17 طبعا، يعني معروف في مواصفاتها، سعر 66000 ريال. سوناتا 2018 طبعا دفعة الثانية، جنطة 17، كاميرا خلفية، محرك 2400 سي سي، مثبت سرعة وكاميرا خلفية، متوفر منها عدة ألوان. طبعا هذه سوناتا موديلها 2018 واردة خليج، جنطة 17، نصف فل، سقف بانوراما. طبعا واردة خليج بس اللي يجي جنطة 17 سقف بانوراما، اللي يدور يعني جنطة صغير. وسعر 69500، بس فيها ميزة، مقاعدها جلد وفيها شاحن جوال لاسلكي وفيها جير اوف 1 خلف المقود. طبعا اكيد فيها حساسات خلفيه وفيها كاميرا خلفيه. الماكينه الكبيره 2400 سي سي ب 69500. توسان 2019 طبعا فيها ستاندر، فيها مثبت سرعه، محرك 1600 سي سي، سعره فقط 71000 ريال. الرافور يعني بنط فوق ال 70000، احنا قلنا بنصور سيارات اقل من 70000، لكن هذه احد السيارات اللي فوق ال 70000 بشوي. سعر 72500، رافور ستاندر موديل 2018، لكنها دبل ومثبت سرعه وارد عبد اللطيف جميل، اللي يدور جيب صغير يعني اقتصادي وعملي، لانه يجي ياباني تجميع ياباني، طبعا جير اوتوماتيك، في مثبت سرعه. طبعا اخوان الكرام، كثير من الاخوه يسالون يستفسرون عن مواصفات سيارات معينه، يقولون هل هي موجودة هل ما هي موجودة، عندكم السيارة الفلانية، عندكم السيارة العلانية على قولتهم. عموما اخوان الكرام، احنا عندنا التطبيق الاندرويد والايفون موجود، فقط تبحث في متجر جوالك عن معرض عماد الدين. طبعا هذا هو زي ما تشوفون التطبيق حقنا. طبعا هذا الجوال الحين اندرويد، الحين بنعلمكم كيف طبعا طريقته. طبعا زي ما تشوفون هذا هو تطبيقنا، الجوال معي اندرويد، نفس الفكرة بالايفون. اي سيارة مثلا، هذه البيريوس، في احد شاف البيريوس يقول والله عطني مواصفاتها، فقط اروح على تويوتا مثلا، وين تويوتا، تويوتا هذه هي تويوتا جميع انواع، نروح على بيريوس، بيريوس هذه هي البيريوس، نتفرج عليها، نقرا المواصفات كاملة، نشوف الالوان المتوفرة ابيض وفضي، هذه صور السيارة. طبعا كل هذه الاشياء موجودة على التطبيق. مثلا خلاص حبيت صملت على السيارة، كل علي اروح الى اتصل بالمعرض، اختار اي رقم واتصل عليه واتواصل معه واسأل يعني اذا عندي شيء ما هو موجود او ما هو موضح. طبعا اخواني الكرام، يمكنكم تحميل تطبيق معرض عماد الدين على اجهزتكم الذكية، سواء جوالك ايفون ولا اندرويد. طبعا الجهاز اللي بشرح لكم عليه الحين اللي هو الاندرويد، تروح الى متجر جوالك، متجر بلاي اذا كان اندرويد، واذا كان ايفون اب ستور، وتروح لقائمه البحث وتبحث عن معرض عماد الدين. هذا هو يطلع لك من الخيارات الاولى، تروح للتطبيق وتثبت التطبيق. وطبعا بعد ما تحمل التطبيق تقدر تدخل عليه بكل سهوله. طبعا قائمه التطبيق نفسها موجوده بالايفون والاندرويد، عباره عن قائمه واحده، عندنا قائمه السيارات فيها جميع السيارات المتوفرة بالمعرض. تقدر تبحث عن سيارة بالقائمة الرئيسية بمجرد انك حاب تشوف تتفرج، او تبحث عن سيارة معينة بخانة البحث. مثلا حابين نبحث عن تويوتا كورولا، او مثلا كيا اوبتيما، مثلا نبحث عن كيا اوبتيما، نروح لقائمة كيا وندخل الى اوبتيما ونشوف جميع السيارات اللي موجودة هناك. طبعا بعد ما تفتح القائمة بجميع السيارات الموجودة في المعرض والمتوفرة في المعرض، نختار سيارة معينة. حابين مثلا نبحث او نختار السيارة هذه، نتفرج عليها، نتفرج على تفاصيلها، نقدر نشوف الصور بالضغط على الصور، ونكبر الصورة، نصغرها، ونقرأ عن المواصفات بالكامل، ونقرأ عن الالوان المتوفرة، وارقام التواصل للشباب الموجودين في معرض عماد الدين.